السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنشكر كاع الناس اللي دخلوا لاشين ديالي، ونتمنى من الناس اللي كيتفرجوا فيا مازال ما داروا ابوني، حيت 90% من الناس اللي كيتفرجوا فيا ما دايرينش ابوني. نتمنى انكم ديروا ابوني ولا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على الدفعه الثالثه من الدعم بالنسبه للناس ديال الضمان الاجتماعي او لا سينيسيس. اليوم الحمد لله تم الصرف ديال الدفعه الثالثه من الناس ديال الضمان الاجتماعي. غيقول لي الناس من جبتي هذه المعلومه، انا كنت مع السيد غير دابا شي 4 سوايع ولا 5 سوايع بحال هكاك، جاه واحد الميساج غادي نطلعوا لكم هنا، وقال لي بلي راه وصلتني الدفعه الثالثه وبغيت نبارطاجيها معكم. تقدروا تدخلوا حتى القنوات الاخرين اللي مهتمين بهذه المواضيع هذو، راه بارطاجوا هذه المعلومه هذه، حتى انا بغيت نبارطاجيها مع المتابعين ديالي. وكيف ما كتعرفوا الناس ديال القطع الغير مهيكل والناس ديال الرميد استفدوا غير من جوج دفعات، يعني من اللي الناس ديال الضمان الاجتماعي استفدوا من الثالثه. يعني ان شاء الله ونتمنوا ان حتى الناس ديال القطع الغير مهيكل والناس ديال الرميد يستافدوا من الدفعه الثالثه، لانهم محتاجين في هذا الوقت هذه. واخا تم التخفيف ديال الحجر الصحي في بعض المناطق، ولكن الخدمه باقيه الله شويه بشويه غترجع، يعني الناس باقا متضرين. ونتمنوا ان الناس يستافدوا من الدفعه الثالثه كاملين، لا القطع الغير مهيكل لا الرميد، وكاع الناس اللي محتاجه تستافد ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمناو، هذه هي المعلومه اللي جيت بغيت نبارطاجي معكم. بارطاجيو حتى نتوما مع الناس الاخرين اللي كتعرفوا يا في واتساب يا في فيسبوك، وتابوناو في لاشين وتهلاو في راسكم.